والله 19 سلايد، ما سلايد ما يعني ناخذ كثير. عندنا الكوهورت ستدي، بعد ما تعرفتم على نوع الدراسه الاولى اللي هي كيس كنترول اللي من جماعه الاناليتيك ستدي، هاي راح تكون ان شاء الله هاي سهله، لان اخذتم فكره عن ال 2 باي 2 تيبل. كوهورت ستدي، كوهورت ستدي اللي يسموها فولو اب ستديز ار اوبزرفيشنال اناليتيك ستدي وير جروبس اوف انديفيدوال ار ديفايند اون ذا بيسز اوف بريزنس اور ابسنس اوف اكسبوجر. شوفوا طلاب، الكوهورت ستدي هون بالضبط عكس الكيس كنترول. الكيس كنترول طلاب كنا ناخذ كيسز وكنترول ونرجع نسالهم على الباست هيستوري. بالكوهورت ستدي هون راح ناخذ اكسبوست اند نون اكسبوست ونرجع نتبعهم فتره من الزمن بها تتبع، يسموها فولو اب. طلاب انتبهوا، فولو اب يعني اتبعهم. ابو الاخذ سموكينج ونون سموكينج، يعني اكو فاكتور وماكو فاكتور، وارجع اتبعهم شوف من السموكينج ومن النون سموكينج صار عندي كيسات، اللي سجل كيسات الباقي يظلون كنترول. فلهذا هون بالضبط الكوهورت ستدي هي عكس الكيس كنترول ستدي. اخذ اكسبوست اند نون اكسبوست، اعملهم فولو اب بالدراسه خلال مثلا 6 شهور او سنه، شوف فتره الدراسه مالتك ايش قد، واشوف ايش قد من هالاكسبوست ومن هالنون اكسبوست صاروا كيسز او ظلوا كنترول. فلهذا اعتمادي the basis of، انتبهوا هوني، basis of presence or absence of exposure to suspected risk factor of disease then followed. من تشوفون كلمة بالسؤال اكو follow، اكو تتبع، اكو متابعة مع المريض، هذا معناته cohort study. Then followed for a period of time to assess occurrence of the disease provided that they should be free from disease at the start of exposure. يعني أنا هوني تسألوني دكتورة ناخذ cases هوني؟ لا، هوني تاخذون healthy people بس إشنو بهم risk factor، يعني منهم exposed ومنهم non-exposed، أرجع أتبعهم بس إشنو should be free from disease at the start of exposure. بعدين اتبعهم شوف منو ظهر منهم ديزيز، يعني سجلت عندي كيسات، ومنو ظلوا كنترول ما سجلت عندهم كيسات. فلهذا يسمونه فولو اب ستدي. فولو اب ستدي يسمونه بروسبكتيف فورم، واكو ريتروسبكتيف كوهورت ستدي، هاي ما تاخذوها. نوعين هي، احنا نمشي على البروسبكتيف. ايش البروسبكتيف؟ البروسبكتيف يعني الفولو اب اللي نتبعهم لقدام، نشوف منو منهم كيسز منو منهم كنترول. الفولو اب ستدي اللي يسمونه البروسبكتيف اللي هو هذا يهمنا، كونستيتيوت ذا بيسك اوبزرفيشنال استراتيجي فور تيستينج هايبوثيسيس ان ا فولو اب ستدي. بيبل ويزاوت ذا ديزيز ار فولود، يعني بيبل ويزاوت ديزيز، انتبهوا على هاي الكلمه جدا مهمه بالمحاضره، خلوا لها تحت خط، ياخذ بيبل ويزاوت ديزيز ار فولود، هون خط ار فولود تو سي هو ديفلوب ات and a disease incidence هون in a person with a characteristic compared with incidence in a person without characteristic. إيه هون دكتورة نحسب الانسيدنس بهاي استدي؟ طبعا تحسبون الانسيدنس بهاي استدي. زين طلاب ليش؟ ليش بالكيس كنترول ما سجلنا انسيدنس؟ هون بالكوهورت سجلنا. ليش؟ لأن people اللي أخذناهم بالسامبل كان without disease، يعني ايش معناته؟ اتبعتون فترة معينة من الزمان ظهر عندي disease وظهر عندي non disease، يعني اشنو طلاب؟ نيو كيسز، ولهذا الديزيز انسيدنس هنا يحسب في هاي الدراسه. هنا يحسب في هاي الدراسه. ليش؟ لان انا بدايه الستدي مالتي كان without، تبعتوهم 6 شهر ظهروا بوزيتيف كيسز، معناته ذيس از نيو كيسز، معناته هون اكو شيء اسمه انسيدنس، كل نيو كيسز تؤخذ كانسيدنس. فهون فرق عن منو؟ فرق عن الكيس كنترول. In a person with a characteristic compared with incidence in a person without characteristic. فلهذا الكوهورت is a defined of a group of people who share the common characteristic. مثلا born in certain year have the same exposure to a hazard. شوفوا هذا المخطط. بينو عنوان بعد؟ العفو. شوفوا هوني عندنا البريزنت والفيوتشر. Exposed or not exposed. هوني اختياري ما اخذ disease or non-disease، اخذ healthy people, healthy individual without disease, free from disease، بس اشنو؟ exposed non-exposed. اكو من متعرضين للسموكينج او الكحول او فاتي دايت او شوف ايش عندكم، وهوني non-exposed، اجي اتبع الاكسبوست، مو كلهم disease or non-disease، لا،
من هالاكسبوست اكو ديفلوب اوت كم، يعني صاروا ديزيز صاروا كيسز، واكو ديدنت ديفلوب ان اوت كم، يعني ايش يعني كنترول. واخذ الدوس النون اكسبوست اكو سؤال اكمل اوكي، نون اكسبوست يعني ما اكو ريسك فاكتور اجي اتبعهم، منو ديفلوب اوت كم منو ديدنت ديفلوب اوت كم، مو مثل كيس كنترول اخذتوا كيسز واخذتوا كنترول وارجع اسالهم اكو منهم اكسبوست اكو منهم نون اكسبوست. نفس الفكره هون بس بالعكس، هون اخذتوا اكسبوست ونون اكسبوست، من هالاكسبوست اكو ظهر عندي كيسز وظهر عندي كنترول، واكو من هالنون اكسبوست ظهر عندي كيسز وظهر عندي كنترول. فلهذا هذا الدايفرام اوف بروسبكتيف كوهورت ستدي. الريتروسبكتيف كوهورت ستدي the observer look backward to the disease and exposure because both of them have happened when the study has started. هذه النوع من اللي يسمونه ريتروسبكتيف ما تجيك يعني نوع من الكوهورت ستدي، بس هون يعتمد على الايش، يعتمد على الباك اكسبوجر، بس نفس الوقت هم هي ما ديفلوب ديزيز، يعني look backward to disease and exposure هوني سوا ونشوف أنه because both of them have happened when the study had يعني started، يعني هم بعد ما بدت الدراسة هم عندي، يعني شوفوا طلاب هم عندي ما عندي كيسات أنا هوني ولا عندي control، أخذت exposed ونن exposed، بس أشنو هوني الانفستيكيتر صار عندي الأوتكم مالي بعد ما إيش أثناء الدراسة، يعني هون اذا سالت مني ايش هو الريتروسبكتيف كوهورت ستدي انه ظهر الاوتكم مثلا دراستي ست شهور، بهاي الست شهور بالشهر الثاني بالشهر الثالث ظهر عندي اوتكم ونون اوتكم، واكو منهم ظهر اوتكم وهون نون اوتكم، سالتهم على الهيستوري ايما باست باست هيستوري، بس ايش من ضمن الفتره الدراسه اللي انا ما امشي بيها، مو باست هيستوري مال 10 سنين مثل كيس كنترول، الهيستوري اللي ايمتي وين ذا ستدي هاد ستارتد، فيسمونه ايش يسمونه ريتروسبكتيف كوهورت ستدي. هذا ممكن تطلعون عليه وانا ما اعطيكم هذا، لا تشتبكون مع الكيس كنترول، فلا اعطيكم النوع السابق اللي هو هذا، شوفوا هذا دايفرام اوف بروسبكتيف كوهورت ستدي، ناخذ اكسبوست نون اكسبوست ونرجع نشوف منو ديفلوب اوت كم منو ديدنت ديفلوب اوت كم. فلهذا هون اذا سالتني ايش الفرق، اقول لكم هون الكيسات اللي ظهرت، الكيسات والكنترول اللي موجودة عندي بالدراسة، الكيسات اللي ظهرت أثناء فترة الدراسة، ومو أنه أخذتوا أنا إكسبوست كيسز ولا أخذتوا كنترول، أخذتوا لي أوتكم وسألتونا على الباست هيستوري مال أثناء فترة الدراسة، مو باست هيستوري مال 10 سنوات أو 5 سنوات سابقة مثلا. هذا يسمونه الدايفرام أوف ريتروسبكتيف كوهورت ستدي، ريتروسبكتيف يعني الباكورد، البروسبكتيف يعني الفورورد. شوفوا هوني هذا الجدول تقري ال 2 باي 2 تيبل طلاب، نفس ال 2 باي 2 تيبل مال كيس كنترول، هم ديزيز ابسنت ننزل جوا توتال كيسز، هذا الديزيز ابسنت هذا توتال كنترول، الاكسبوست هذا توتال اكسبوست، وهذا النن اكسبوست هذا توتال نن اكسبوست. هذا وين وي ستارت تو جروبس وان اكسبوست، بس اشني راح ابدي انا هوني واطلع هذول عكسه، هنوك كان يطعيني كنترول وكيسز وارجع امليم، لا انا هون اطعيك توتال اكسبوست وتوتال نن اكسبوست وانت تطلع لي الباقي. فلهذا وان اكسبوست تو ذا فاكتور اند اذر جروب نوت اكسبوست بس بوث جروب دونت هاف ذا ديزيز ذيل فولود اب، اثنيناتهم ما عندهم ديزيز اتبعهم اتبعهم، شوف من يطلع منهم كيسز من يطلع منهم كنترول. فالجروب 1 ناخذ اكسبوست اللي هو منو اكسبوست طلاب الاي اند بي اللي هم الاكسبوست، والجروب 2 امشي اياها كذب العقد مثل ما قلت لكم، الجروب 2 منه سي اند دي اللي هي نون اكسبوست. هذا بالنسبه لشنو؟ هذا 2 باي 2 تيبل بالنسبه للكوهورت ستدي، واسهل من الكيس كنترول. شوفوا الاناليسيس القوانين اللي موجوده عندنا بالكيس كنترول كان بس عندي الاودس ريشيو اللي هو هذا حاصل اكس اي في دي على بي في سي. هون الاناليسيس راح يطلع لي شيء اسمه اول مقياس هو الريليتيف ريسك، اشنو الريليتيف ريسك؟ كان هناك عندي الاودس ريشيو، هون عندي الريليتيف ريسك ار ار. الريليتيف ريسك ايش راح احسبه؟ راح احسب الانسيدنس اوف ا ديزيز امونج اكسبوست على الانسيدنس اوف ا ديزيز امونج نون اكسبوست، يعني ايش؟ شوفوا الاي على اي زائد بي والسي على سي زائد دي، هسه راح اشوفكم اياه بالتيبل. شوفوا الانسيدنس، شوفوا هذا مال اكسبوست، هذا اكسبوجر، هذول منهم؟ اكسبوست.
incidence of exposed على ال incidence of non exposed. ال incidence of exposed منو؟ A على A زائد B. شوفوا هسه اشوفكم اياه. A على A زائد B. ليش اختاريتوا A؟ هسه اشوفكم اياه. هذول منهم؟ exposed. ليش اخذتوا A؟ ما هذول ديزيز بريزنت، غير اخذ كيسز بالبسط بالنومينيتر اخذ A. اذا A على A زائد B طلعتوا الانسيدنس اوف exposed. اي هذا. والنون اكسبوزد اخذ اخذ منه؟ شوفوا شوفوا طلاب، C على C زائد D. ممكن C على C زائد D. ليش ما اخذ دكتور، ليش ما اخذ ال D على C زائد D؟ اخذ هذا على هذا، لا عشان تاخذ كنترول انت. ليش قانون الانسيدنس؟ ايش يقول قانون الانسيدنس؟ عدد الكيسات على التوتال. فالانسيدنس بالنسبه للاكسبوزد هو عدد الكيسات على التوتال اكسبوزد. والانسيدنس اوف نون اكسبوزد عدد الكيسات اللي هي السي اللي جمعت الديزيز، جمعت هذول التوتال كيسز، والسي على السي زائد دي. ايش طلع لي؟ راح امشي ارجع شوفوا ايش طلع. طلع انسيدنس اوف اكسبوزد، لا عفوا ليش تخربط هذه الباوربوينت. ايه شوفوا، ايه شوفوا هذا الاي على الاي زائد بي، هذا انسيدنس امونج اكسبوزد. والانسيدنس اوف نون اكسبوزد سي على سي زائد دي. اقسم الانسيدنس اوف اكسبوزد على الانسيدنس اوف نون اكسبوزد يطلع لي ريليتيف ريسك. هذا اهم قانون بالكوهورت ستدي. اذا طلع الريليتيف ريسك مثل الاوتس ريشيو واحد، نو اسوشيشن اكثر من واحد ولو بالبوينتات، معناته اكو بوزيتيف اسوشيشن. واذا اقل من واحد معناته نيجاتيف اسوشيشن، معناته ما اكو علاقه، معناته بروتكتيف. فالريلاتيف ريسك استيميت ذا ماجنيتيود سترينث اوف اسوشيشن بتوين اكسبوجر اند اوتكم. ات انديكيت ذا بروبابيلتي اوف ديفلوبينج ا ديزيز، يعني احتماليه يصابون بالمرض جمعت منه جمعت الاكسبوزد ان ريليشن تو نون اكسبوزد. يعني هذا الريسك يؤدينا الى هالاوتكم. لي هون طلاب احد عنده السؤال؟ اكو نقطه احد؟ ماكو احد يعني اكو نقطه مثلا ما فهمتها بالتيبل او بالقانون؟ اوكي. For example, in a cohort study for association between usage of oral contraceptive, استخدام الأورال كونتراسيبتيف مع البكتيريا, the follow table was formed. شوفوا. هون عندنا البكتيريا اللي هو اشنو الديزيز؟ هذا اشنو كيسز؟ هذا اشنو كنترول؟ هذا الاكسبوجر اللي هو الأو سي بي الأورال كونتراسيبشن. هون بوزيتيف يعني يس، هذا توتال اكسبوزد. وهذا توتال نون اكسبوزد. هذا توتال كيسز. وهذا توتال كنترول. وإيه هذا طلاب الجراند توتال. شوفوا إذا قد أطلع ريلاتيف ريسك أش أقول؟ أول مرة أطلع الانسيدنس أمونج إكسبوزد اللي هو الأي على الأي زائد بي اللي هي 27 على 482. هذا هذا إيش الانسيدنس أمونج إكسبوزد. والانسيدنس أمونج نون إكسبوزد اللي هي 77 على التوتال نون إكسبوزد اللي هي منهم 1908. شوفوا إيش قد طلع اللي هون الريلاتيف ريسك؟ طلعت 1.4. معناته this means that those who are oral contraceptive user have a risk of 1.4 times the risk to develop outcome than those who are not exposed. يعني عندهم خطورة أنه يصير عندهم bacteria among those اللي exposed، الخطورة مالتهم 1.4 among those اللي هو non-exposed. Non-exposed. شوفوا طلاب أكو أحد عنده سؤال على هالتيبل؟ Example 2. Suppose the incidence of hepatitis B seropositive among those who have a previous blood transfusion. أريد أدرس الـ hepatitis B positive and those اللي هم منه اللي عندهم blood transfusion. Is 5 per 1000 and those who not blood transfusion. يعني شوف الـ incidence بالنسبة اللي عندهم positive B كانوا 5 لكل 1000 عن الدوس اللي الدوس اللي عندهم history of a previous blood transfusion and those اللي هو not blood transfusion واحد بالالف. فالريلاتيف ريسك اي هوني؟ راح اقسم الخمسه راسا عطاني هوني حاضر راسا عطاني الانسيدنس. فهون الانسيدنس ما تنشقت خمسه على الف، هوني واحد على الف طلع 5 times developed outcome among those exposed compared to those non exposed. يعني انا اتبعتوهم اخذتوا بلاد ترانسفيوجن واتبعتوهم سنه ظهر اخذت الاكسبوجر مالتي منه البلاد ترانسفيوجن تبعتوهم من الظهر عندي الانسيدنس
اللي كانوا عندهم بوزيتيف بي الانستنس مالتهم طلعت 5 لكل 1000، واللي ما كان عندهم هيستوري اوف بلود ترانسفيوجن طلعوا 1 لكل 1000. فمعناته هون راس الحاضر الانسيدنس مالتي، فقسمت الانسيدنس مال امونج بلود ترانسفيوجن على الانسيدنس امونج نون بلود ترانسفيوجن، ظهرت 5 تايمز دوز ديفلوب اوتكم امونج اكسبوست كومبير تو دوز نون اكسبوست. قانون الله طلاب، عندنا قانون ثاني اللي هو يسمونه الاتريبيوتبل ريسك او يسمونه الريسك ديفرنس. ايش هو الريسك اتريبيوتبل ريسك؟ اتريبيوتبل ريسك انت ما طلعت من ريسك ريليتيف ريسك اللي هو الانسيدنس بالنومينيتر عندنا الانسيدنس اوف اكسبوزد والدينومينيتر عندنا الانسيدنس اوف نون اكسبوزد. هوني ما راح نقسمه وانما اشنو راح نطرحهم، فلهذا يسمونه ريسك ديفرنس، يعني انسيدنس اوف اكسبوزد ماينس انسيدنس اوف نون اكسبوزد. وعشان طلعون الانسيدنس اوف اكسبوزد مثل ما قلنا اي على اي زائدا بي ناقصا سي على سي زائدا دي، فلهذا يسمون الريسك ديفرنس، يعني حاصل فرق الريسك بين الاكسبوزد اند نون اكسبوزد. نطلع بها الاتريبيوتبل ريسك، يعني اطلب منكم بالسؤال او جد لي الاتريبيوتبل ريسك. فلهذا بروفايد انفورميشن اباوت ذا ابسولوت ايفكت اوف اكسبوجر، يعني هذا اذا سالتني قلت لي ايش المستفاد منه اتريبيوتبل ريسك، هذا يعطيك الابسولوت ايفكت اوف اكسبوجر. واذا حصلتم يعني او يسمون الاكسس ريسك اوف ديزيز، يعني الخطوره الزايده اللي راح يتعرضوا لها هذول among exposed compared to those not exposed. Now look at the bacteria، اشوفوا لاحظوا اذا تبعناها اذا نرجع الجدول البكتيريا شوفوا هذا اشنو اي على اي زائد بي اللي هي اشنو 27 على 482 ما تمام طلاب، هاي incidence among exposed والانسد امام نون اكسبوز اللي هو 77 على 1908. هوني ايش عملنا؟ قسمناها حتى ايش نطلع؟ ريلاتيف ريسك. هوني ما راح نقسمها بالاتريبيوت راح نطرحها. شوفوا انتبهوا على الارقام، ارجع لكم على السلايد. شوفوا اذا طلعتم اذا طرحتم راح يطلع لكم، اذا قسمتم راح تطلع لكم 56 بير يير ناقص هذا ايش طلاب؟ هذا الانسدنس امونج اكسبوزد. ما قسمنا الهاي، شوفوا الطلاب ما قسمنا هالارقام، اي هذا الرقم من قسمناه 27 على 482 طلع هذا الرقم، يطلع اي هذا الرقم اللي هو الانسيدنس امونج اكسبوزد، والناقص الانسيد امونج اكسبوزد اللي قسمناها طلعنا الانسيدنس امونج اكسبوزد والنون اكسبوزد، اطرحهم يطلع الاتريبيوتبل ريسك. شوفوا اي هاي انسيدنس اوف اكسبوزد ناقص انسيدنس اوف نون اكسبوزد، اخلي لها اشاره حتى تبين هاي نن تطلع اتريبيوتبل ريسك. والاتريبيوتبل ريسك از اونلي كالكوليتد فروم ذا كوهورت ستدي. اتريبيوتبل ريسك ما عندي اتريبيوتبل ريسك احسبه بالاودس ريشيو اللي هو بالكيس كنترول ستدي، ما ممكن. الاتريبيوتبل ريسك نحسبه فقط بالكوهورت ستدي اند كانوت بي كالكوليتد فروم كيس كنترول ستديز. ليه يا طلاب اكو سؤال؟ باك تو الهيباتايتس بي، شوفوا المثال مال الهيباتايتس بي، شوفوا طلاب الاتريبيوتبل ريسك، عفوا طلاب بس نعم الاتريبيوتبل ريسك هون طلاب مثل ما قلنا نفسه الانسيدنس كان امونج بلاد ترانسفيوجن اشقد 5 لكل 1000، والانسيدنس امونج نون اكسبوز اللي ما عندهم بلاد ترانسفيوجن كانت 1 لكل 1000. فاطرح الخمسه لكل 1000 من جماعه الهيباتيتس اطرحها من 1 لكل 1000 تطلع 4 لكل 1000، اشنو طلاب الاتريبيوتبل ريسك ويسموه الابسوليوت ميجر الايفكت اوف اكسبوجر. اتس كوانتيتي كوانتيفايز ذا اكسس اوف ريسك اوف ديزيز ان اكسبوزد جروب ويتش از اتريبيوتبل تو ذا اكسبوجر. فلهذا الاتريبيوتبل ريسك از ا يوسفل ميجر، زين ايش نستفاد منه؟ ممكن يستفاد منه انه ميجر للبوبليك هيلث امباكت اوف ا بارتيكولر اكسبوجر اسامينج ا كوزال افكت اوف اكسبوجر اون اوتكم، يعني يحسب لك الابسوليوت، يعني يثبت انه فعلا هذا الاكسبوجر يؤدي الى هالاوتكم، ويحسب لك زي الاكسس اوف ريسك اوف ديزيز، يعني ايش قد يصير عنده هالديزيز من هذا الاكسبوجر، كميه الريسك commit the risk it quantified excess risk of disease among those exposed group. فلهذا اذا سالتني attributable risk موجود بالكيس كنترول؟ لا،
اتريبيوت تبقى الريسك موجود بالكورد ستادي. عفوا. شوفوا طلاب، هون عندنا سيجارت سموكر هم 2 باي 2 تيبل، وعندنا هون نون سموكر، هون بالنسبه لنج سي اي، وعندنا هون كوروناري هارت ديزيز، هون ديزيز عندنا اثنين. شوفوا راسا عطاه هون جدول تيبل، هذا ما طبعا هذا ما 2 باي 2 تيبل اللي كنا احنا نعمله، لا هذا هذا معلومات سؤال. شوفوا الريلاتيف ريسك امونج لنج سي اي كانت 14 والاتريبيوت ريسك كانت 130، البوبوليشن مالته هون بير 100,000 100,000 بالسنه، وهون بالنسبه للسيجرت الكوروناري هارت ديزيز هالعدد ونون سموكر هالقد، هذا اصلا اعطانا ريلاتيف ريسك واتريبيوت ريسك. فاذا تريد تحسب الريلاتيف ريسك اذا كان اللونج سي اي ريلاتيف ريسك ايش نقول؟ 140 على 10. هون اذا قلت لي منين جبتي هاي 140 وال10؟ هون اصلا اعطيتوك 100 انسيدنس حاضره، انسيدنس اكسبوز وانسيدنس نون اكسبوز، ومثل ما تعرفون طلاب اخذنا له ريلاتيف ريسك قانون انسيدنس اوف اكسبوز على انسيدنس اوف نون اكسبوز. وهوني واضح راس اعطاك هو بدون اي بدون بي بدون اي شيء، راسا 140 على 10 تطلع 14 تايمز ديفلوب سي اي لونج جوز السموكر. مثل يا حيان اعطيتكم بالجدول، يعني هذا يعني جدول توضيحي عشان تفهمون الريلاتيف والاتريبيوت ريسك. هوني الريلاتيف ريسك هوني امونج كورونري هارت ديزيز ايش قد الانسيدنس امونج سي اي عفوا امونج سموكر 669. شوفوا يعني خلينا والنون اكسبوز كان 413 فتطلع 1.6 تايمز ديفلوب كورونري هارت ديزيز امونج ذوز الاكسبوز تو ذا سيجاريت سموك ذوز النون اكسبوز. سو فلهذا اذا اشرح نكتب 14 a person who smoke will have 14 times chance to die from lung CA than those non-smoker. And will 1.6 and 1.6 times chance to die from coronary heart disease than those non-smoker. هذا annual mortality rate يعني حسبها الـ population 100,000. عندنا قانون ثالث اللي يسمونه الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت. عندنا الريلاتيف ريسك اللي هو حاصل قسمه الانسيدنس اكسبوز على نون انسيدنس او على الانسيدنس اوف نون اكسبوز، وعندنا الاتريبيوتابل ريسك اللي هو حاصل الفرق مالتهم هذوك قسمناها، الاتريبيوتابل ريسك طرحناها. الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت قانون سهل انه الاتريبيوتابل ريسك اللي طلعته من الريسك ديفرنس حاصل الفرق اطرحه على الانسيدنس امونج اكسبوز في 100، ولهذا نسمينه بيرسنت يعني attributable risk person، يعني راح ينضرب هون طلاب في 100. هذا give idea يعني estimate the percent of again if the factor is removed from a population. يعني ايش يمثل لنا هون؟ اذا شلنا هالفاكتور من البوبوليشن راح يحصلنا ايش قد راح يخلصنا، يعني the proportion of a disease in the exposed could be prevented. يعني اذا انت سالتني دكتوره احنا ليش نحسب هذا attributable risk person ايش يفيدنا؟ انت ما راح تطلع percent، مثلا نقول 5%، اقول 5% هذا الديزيز كود بي بريفنتد اذا منعته هالاكسبوجر. يعني اذا حسبتوه 5 او 10% طلع عندي اقول ممكن 10% امنع هذا الديزيز بالكوميونتي اذا شدته هالريسك فاكتور. فلهذا يعطيك ايدي اباوت ذا بروبورشن اوف ديزيز ان اكسبوز كود بي بريفنتد باي اليمينيتنج ذا اكسبوجر. فتلاحظون هوني تمشون ترجعون كلتكم على الجدول الاصلي اللي اعطيتكم هو مال الاورال كونتراسبتيف. شوفوا طلعتوا الاتريبيوتبل ريسك انا طلعتوها حاضره انزلها هوني، والانسيدنس مال اكسبوز موجودي اضربها في 100 فتطلع 27.27% ما يحتاج بها 27% of the disease can be prevented اذا منعتوا الاورال كونتراسبشن، يعني امنع البكتيريا، نسبة منع البكتيريا تطلع 27% إذا منعتوا الإيش؟ إذا قطعتوا الأورال كونتراسبشن. ليه هون طلاب؟ أكو أحد عنده سؤال؟ أوكي. شوفوا هذا المخطط، هذا المخطط بس أنه الإنسيدنس، هذا أتريبيوتبل ريسك وهذا أتريبيوتبل، شوف هذا أتريبيوتبل ريسك بيرسنت اللي هو قلنا الديزيز ممكن نمنعه إذا إليمينيشن الفاكتور، هذا أتريبيوتبل ريسك. هذا الانسيدنس امونج اكسبوز وانسيدنس امونج نون اكسبوز، وتلاحظون هذا تلاحظون هذا امونج اكسبوز، يعني اشنو اش قد امنع الديزيز امونج اكسبوز، وهذا الاتريبيوتبل ريسك امونج نون اكسبوز. هذا مخطط بس بسيط تطلعون عليه. الادفانتج اوف كوهورت ستدي، اكيد اكو ادفانتج واكو اكيد نون ادفانتج. الادفانتج مال الكوهورت ستدي اهم شيء هي التيمبورال ريليشن شيب،
يعني توجد العلاقه بين الديزيز وبين الاوتكم between exposure and outcome it is important to determine the causal outcome هذا first one second one determine the risk of getting disease throughout the exposure is a factor يعني تحدد لك ايش قد نسبه انه راح يحصل المرض اذا تعرض الى هال exposure هاي كلها بتيق موجوده وين بالكوهورت ستدي and useful for a rare exposure اذا انا عندي rare exposure مثلا chemical or radioactive وما احصله ابغى اتبع ويظل يتبعوا يتعرضون الى ريديو اكتف اكسبوجر هذا داخل شعبي سي 1 سي اي لو بعدين فلهذا اذا كان عندي ريد اكسبوجر ما اخذ كوهورت ستدي لانه تسالني وصفه كان اكزامن مالتيبل افكت اوف ا سنجل اكسبوجر يعني مثلا سنجل اكسبوجر عندنا ويطعيني عده افكت ممكن يفيدني الكوهورت ستدي بيبل اكسبوز تو اسبستوس اند ذن فولو اب تو ديفلوب لونج سي اي ممكن يعني مالتيبل افكت يعني الاسبستوس مثلا يعمل لي لونج سي اي يعمل بالمنري فايبروسيس يعني اكثر من اوتكم يفيدني الكوهورت ستدي allow a direct measurement of incidence of a disease يعني هو disease هو النوع الوحيد اللي يحصل لي incidence اللي هو الكوهورت ستدي ليش لان الكيسات قاعده اسجلها اثناء دراستي اثناء بحثي اثناء الفتره اللي انا حددتوها ست اشهر هاي ست اشهر ظهرت عندي نيو فلهذا اطيق احسب بيها incidence مثل ما قلت لكم among exposed and unexposed مثل ما تعرفون طلاب خلوها ببالكم انه السامبل اللي انا اخذته حتى ادرس عليه كورد اخذته فري اوف ديزيز فري بس اكسبوست ولا اكسبوست بدنا نشوف ايش قد يطلع لي اوتكم ولهذا نحسب بينه الانسيدنس اكيد هو اكو ليميتيشن يعني ايش قد ما تكون الستدي قوي والدراسه قوي الا تطلع بيها ليميتيشن انه اكسبنسيف يعني بيرسونال فاينانس تكون مكلفه لان راح تتبع انت المرضى بيدك تايم كونسيومينغ راح تاخذ وقت مو ما عندك الكيسات حاضر وتسأل مع الباص راح تتبعها بتاخذ وقت بيها فولو اب فرانك مكان ستدي which started in 15 studies the exposure of certain fact دراسه اخذت 50 سنه حتى اشنو ياخذ اكسبوجر حتى يدرس ستدي the exposure of certain factor to development of various heart disease يعني اكو دراسات تاخذ سنوات تاخذ 10 سنين تاخذ 15 سنه حتى على مود يشوف انه هالاكسبوجر تاخذ اوت كم وكل منه حسب يعني الديزيز اللي اندر ذا ستدي بروبلم تو فولو اب يعني انت عم تتبعه للمريض عم تتبع الشخص ممكن داي ممكن رن اواي ممكن ديس ابير فهي مشكلتنا انا وانت عندك 600 سامبل مالك مثلا 30 او 40 واحد مثلا لا سمح الله داي او رن اواي او ما تتبعته او اختفى على غفله تتصل بينه ما فلت من الدراسه مالك فهاي البروبلم اوف فولو اب مشكله الفولو اب وثاني ليميتد ان رير ديزيز يعني تكون عاد اذا عندي الديزيز كلش رير ما يطلع كثير انا اخذ كوهورت ما اخذ كيس كنترول يفضلني اكثر مثل يعني مالتيبل سكلروز اظل اتبعه على ما يطلع لي فكلش ان تكون ليميتد يوز ان رير ديزيز يفيد الكيس كنترول بالرير ديزيز السورسز اوف اكسبوست اكسبوجر داتا انه بري اكزيستنج ريكورد ممكن الاكسبوجر داتا اخذها من الريكورد التقاري والريبورتات الموجوده ممكن اخذها انفورميشن فروم ستدي سبجكت اعمل انترفيو مع الشخص اخذ ممكن دايركت فيزيكال اكزامينيشن يعني اذا مثلا الستدي مالتي تحتاج بي فيزيكال اكزامينيشن واتبعه انا اعمل له فيزيكال اكزامينيشن ممكن ميجرمنت اوف انفايرمنت اذا دراسات تخص الانفايرمنت مثلا detection of exact level of certain thing in the environment the noise sound level meter ممكن يعني اشنو تقريبا مشابه للانترفينشن بس اشنو مثلا انت تدرس على نوع الديزيز تحتاج مثلا تاخذ سبيسيمن من المريض انا اعمل يورين انفستيجيشن انا اخذ منه بلاد سبيسيمن انا يعني اتداخل معاه ولهذا الاكسبوجر مالتك اما تاخذها من ريكورد يعني تاخذ تقارير او تعمل معاه انترفيو او تتاخذ منه فحوصات والانفايرمنت تقيس مثلا نسبه التلوث بالانفايرمنت او فد نوع من الميت تاخذ منه نسبه مثلا نسبه الزئبق او نسبه الرصاص بالتربه بالجو شلون شوف ايش هذا ممكن تاخذ منه ديتكشن اكزاكت ليفل اوف سيرتن ثينج ان ذا انفايرمنت او نويز او ساوند سيلكشن اوف ا كومباريزن جروب They should be similar to the study group in all factors related to the disease except the factor under study. يعني اختياري للإكسبوجر الكومباريزن أنا إيش قابلني أنا أخذت هون جروبين طلاب جروب إكسبوست وجروب نان إكسبوست ممكن تأخذه مقارب للإكسبوست. والsource of data السource of data ممكن fatal outcome إذا كان تأخذ disease يعني تأخذ death certificate
يعني سورس اوف داتا مال الديزيز، ممكن تاخذها من الديث سيرتيفيكيت، من الميديكال ريكورد، من الدايركت فروم بارتيسيبانت، دايت فروم بيريوديك ميديكال اكزامينيشن. The method of assessment of outcome should be the same for both groups. يعني ممكن تاخذ الداتا ما تحاول تكون الجروبين اثنيناتهم ممكن تاخذهم سوا. شوفوا الطلاب هذا مثال، شوفوا هوني hypothetical cohort study of cigarette smoking lung 100 exposed و100 non exposed. هوني التوتال راسا عندي اعطاني 100 exposed و100 non exposed. الكنترول والكيس صادفت انهم سوا 100 ب100، فايش نطلع ريلاتيف ريسك؟ ال 70 اللي هي الاي على اي زائد ام بي، 70 على 100 هذا انسيدنس امونج اكسبوز، والانسيدنس امونج نون اكسبوز اقسم 30 اللي هي الكيسز على ال 100 اللي هي الاي زائد العفو السي زائد ام دي تطلع ال 100. فتلاحظون 70 على 100 30 على 100 هذا انسيدنس اوف اكسبوز، انسيدنس اوف نون اكسبوز تطلع 2.3، معناته اكو اسوشيشن اكثر من واحد، معناته بوزيتيف اسوشيشن الريلاتيف ريسك. شوفوا هوني هم مثال اخر انه اكو سيجرت سموك، شوفوا هوني هم نفس الشيء طلاب اي على اي زائد ام بي، اي شوفوا تقسمون هم 70 على 370 والسي على سي زائد ام دي وترجع تطلعها تطلع تشينج. هوني اشنو شوفوا؟ شوفوا طلاب هوني ايش غيرنا؟ هذا نفس الجدول بس اشنو البي؟ شوفوا طلاب البي ايش عملنا له؟ غيرناها، كانت البي ايش قد؟ 300 هون هنوك كانت 30 طلاب، ايش قد صارت البي؟ صارت 300. وبعد ايش غيرنا؟ عندنا بالنسبه اي هون الطلاب هون ما تظهر لي 730 غيرناها. شوفوا ال 370 اكسبوز 370 الاكسبوز غيرنا، شوفوا ايش راح تتغير النتيجه، صارت الاسوشيشن اقوى. شوفوا اي هون كانت 70 ب 30 هون صارت 70 ب 300 غيرنا هذه. بروح راح تزيد الاسوشيشن، شوفوا هون عندنا 30 ب 70 هون صارت 30 عملناها 700 يعني غيرنا هذولي. فلاحظوا ايش صار؟ صار هون الريلاتيف ريسك 2.3 بينما اي هون 4.6، فلهذا تشينجز. فغيرنا هون الكنترول، زيدنا شويه من الكنترول اتغيرت النتيجه. ليه هون طلاب اكو سؤال؟ دكتوره بس اخر مثال ال 23 منين جت؟ زين بس اعمل بس عرض. شوفي هوني الانسيدنس احنا ما قلنا الانسيدنس اوف اكسبوست اللي هو السيجاريت اخذناها 70 على ال 100 اقسموا ال 70 على ال 100 وخلوها النتيجه صفحه. بعدين 30 اللي هي نون اكسبوست دي اخذنا السي على السي زائد دي، من السي هاي السي 30 على 100 مني السي زائد دي، هذول منهم الانسيدنس امونج نون اكسبوست. 70 على 100 يطلع رقم معين و30 على 100 يطلع رقم معين، اقسم الفوق على الجوه البسط على المقطع تطلع 2.3. اذا غيرنا بالنتيجه مثلا غيرنا بالكنترول اي تغير هوني يحصل اذا زيدت الارقام راح تتغير الريلاتيف ريسك. مثلا هون الكنترول ايش قد كان عندي؟ 30 والجوه 70، شوفوا غيرتوها صار 300 هوني و70 هوني، تغيرت تشينج ريلاتيف ريسك. هذا خليتكم هذا مثل حتى تعرفوا انه ريلاتيف ريسك يتغير باي وحده من هذول يتغير من 2.3 الى 4.6 تشينجز. دكتوره بس تفضل. اللي بالجدول تختلف عن اللي بالقانون دكتوره، الارقام اللي بالجدول تختلف عن الارقام اللي بالقانون، يعني 70 ب 30 بس بالقانون 23، يعني إيه. هذا القصد. شوفوا ايه شوفوا ما هوني ليش؟ لان يعني ال 300 زائد ال 700 ايش راح يطلع؟ راح يطلع الف هوني تتغير الجراند توتال. شوفوا هوني 70 مع ال 300 راح يصير 370، وهون 30 مع ال 70 هم راح يصير 730. فدائما الطلاب اخليها ببالكم انه دائما من تجمعون الحاصل هالاثنين اكسبوز لازم يطلع يساوي الجراند توتال، مع الكنترول والكيسز مع هذا لازم تطلع. فهوني كله طيرت، يعني مجرد ما انه غيرتوا هالمربعين هاي كلها فرقت عندي، ايه هذولي كلها فرقت، فلهذا ريلاتيف ريسك هون تغيرت. اكو سؤال طلاب بعد؟ دكتوره يعني دكتوره اللي يعني بالقانون يعني هاي 23 في 2000 هاي من جد يعني مختلفه عن التيبل عن الجول. ها هوني ها العفو هاي ايه ها ممكن ايه. تغير والله اسئله تجربوها اليوم حلوها، شوفوا هذه احتمال هاي مغيره احتمال هاي تتغير، انتم المهم اهم شيء شوفوا اقسموا 70 على 370 ما تمام طلاب 70
على 370، والسي هي 30 على 730. شوف ايش قد تطلع النتيجة. احتمال هوني خطأ من دكتور مويد نزله. أتابع الكيمياء وبعث الكيمياء خبر على الجروب. لي هوني أكو سؤال طلاب؟ تمام دكتور. أكو سؤال؟ أوكي طلاب المحاضرة.